وليد الدكش في الله. شاركنا اليوم كوزارة إعلام تجسيدا لرؤية وزارة الإعلام والحكومة الفلسطينية بدعمها لحقوق الأسرى والأسيرات داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي. الأسرى يعانون من أوضاع معيشية مأساوية من تضييق وتمكيل. الوطن بأكمله يعاني من ويلات الاحتلال. محافظات الوطن: غزة، رام الله، القدس، جنين، نابلس، كل الوطن يعاني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. ندعو العالم الحر، ندعو كل أحرار العالم للوقوف بجانب حقوق الشعب الفلسطيني في ذكرى نكبته 75. نقول للعالم أن الاحتلال الإسرائيلي هو آخر احتلال على أرض الوجود. يجب زوال هذا الاحتلال. يجب أن ينال شعبنا الفلسطيني حقوقه وحريته وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. تواجدنا اليوم في وقفة الأسرة هو أقل واجب ممكن نقدمه إحنا للأسرة، للتذكير دائما أنه هاي القضية موجودة وأهم من القضايا اللي بتدعم الشعب الفلسطيني. الأسرة بيعانوا كثير في السجون، وفي كثير ناس ما بتعرفش أصلا شو بصير معهم. إحنا وقفتنا هنا كل ثلاثة مستمرين إنه نذكر الأسرة موجودين، الأسرة بيدافعوا عن الوطن حتى لو إنه صوتهم مش مسموع، إحنا بدنا نوصل صوتهم.